أهلا بحضراتكم في لقائنا الأسبوعي الثابت مع الأستاذة الدكتورة هبة قطب. بنتقابل مع الدكتورة هبة قطب عشان نرد على كل التساؤلات الخاصة بالعلاقات الزوجية ومشاكلها الشائكة اللي في أحيان كتير ما بيقدروش يتكلموا فيها مع حد. الحقيقة إن شايف فيه تفاعل كبير، وشايف إن الدكتورة الحمد لله قدرت خلال الفترة الماضية على مدى سنوات إنها توجد حلول وتفتح أبواب الأمل أمام الكثير من الحالات التي عرضت عليها، وده في حد ذاته يعني بيعيد الحيوية للعلاقة الزوجية وبينشر أجواء السعادة والصحة النفسية بين الأزواج والزوجات، وأيضا بيحل مشاكل الشباب والشابات اللي بيبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. واحنا النهارده برحب مرة تانية بالدكتورة هبة قطب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبعا بأكد دي الفقرة للكبار فقط، واحنا ملتزمين فيها بالكود الإعلامي المنصوص عليه من خلال المجلس الأعلى للإعلام. سيدة من الجيزة بتقول إن زوجها بتعتقد إن هو بارد جدا ودايما بيطلب أن تبدأ هي بالعلاقة، وهي بتقول أحيانا أقدر وأحيانا لا أستطيع، وفي الغالب بيرمي اللوم دائما عليا ويتهمني أنا بالبرود رغم أنه يعرف المشكلة عند من. إيه الحل يا دكتورة؟ ولو تفتكر حضرتك في الحلقة اللي فاتت احنا قلنا مسألة المجتمعية اللي لسه ما زالت متحكمة في الرجل على ان هي حياه او موت، ان هو بس ما اعتقدش قوي، لان انا بشوف النهارده ان بقى في ثقافه، يعني بقى في ثقافتين موجوده النهارده، ثقافه انك تروحي للدكتور امراض نفسيه لو عندك مشكله، وثقافه تروحي لامراض جنسيه لو في مشكله. يعني ما بقاش الناس عايشه في الازمنه القديمه والتابوهات وما اروحش لدكتور نفساني او ما اروحش للدكتور اقول له عندي مشكله جنسيه. اتصور ده حصل دلوقتي يعني، ولا ايه؟ برضه زي ما قلنا اكيد انت ممكن تلمسي ده في عيادتك. ده اكيد طبعا. في طفره كبيره جدا، بس ما زال في ناس حبيسة هذا المعتقد. المشكلة بقى للناس دول أحيانا ما يبقاش يعني يتحرك إلا لو هي مثلا هددت إن هي تنفصل أو إن هو يحصل انفصال فعلي أو فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. لكن هو أنا بأزعم إن هذا الزوج ما زال بيتحكم في المجتمع، أو يعني الفكر المجتمعي القديم اللي زي ما حضرتك قلت دلوقتي اتغير كتير واتطور كتير، لكن هو ما زال موجود في بعض الناس. ويعني نزعم انه الحمد لله قل كتير قوي قوي، تراجع كتير قوي قوي لما المساله يعني بقت ابسط، تبسطت وبدات تطلع امام الكاميرات ونتكلم فيها. لكن هو يعني هي بتقول ان هو عنده مشكله وهو يعلم المشكله دي، وهو بيخليها دايما هي اللي تطلب العلاقه. بالمناسبه هو لا غضاضه ان هي تطلب العلاقه، مفيش اي مشكله ما بين الزوج والزوجه ان هي تطلب او هو يطلب، ولكن ما تبقاش ده دايما، يعني لا دايما هو اللي يطلب بس، والا برضه هو بيتضايق. يعني هو بيتضايق ان هو بس اللي الطرف اللي بيطلب راغب راغب راغب، ما فيش مرغوب. فبالتالي هي اولى، لان هو طبيعه المراه فيها شيء من الحياء، شيء من الكبرياء، ان هي عايزه تحس ان هي اللي مرغوبه، وعايزه تحس ان هو اللي راغبها اكتر، وعايزه تحس ان هو اللي بيسعى اليها واللي رضاها وهكذا. حتى لو من باب المجامله ان هو مثلا يعني حتى لو طلبها وما قدرش، او حتى لو طلبها وتمنعت، فده بيديها نوع من الكبرياء الانثوي يعني. فهو هنا للاسف انا بزعم برضو ان في من ضمن المشاكل الكبيره اللي موجوده في المجتمع هو عدم الثقافه لنفسيه الاخر. يعني ما حدش بيجيبهم قبل ما يتجوزوا، او في الجامعات او في المدارس الثانوي حتى، ويقول لهم يا جماعه سيكولوجيه الست غير سيكولوجية الراجل. الست في العلاقة الزوجية محتاجة ان هي كذا وكذا وكذا، والراجل محتاج كذا وكذا. لا البنات فاهمين ولا الولاد فاهمين، فالشباب ساعات بيصطدموا لأن كل واحد بيتعامل مع الآخر على أنه زيه. فأعتقد ان هو كده، هو من الناس ان هو لم يكن له حظ من معرفة. طب هل انت ممكن تشوفيهم هما الاثنين؟ طبعا. طيب. طبعا. يعني انت لو سمعانا ان شاء الله احنا هنتواصل مع حضرتك زميلتنا المعده اللي ماسكه الفقره، هتكلم حضرتك وتعمل توصلك لعياده الدكتوره. بس لحظه يا دكتور عمرو، هو لو هو يعترف، هي مشكلته ان هو ما بيعترفش. فانا بالنسبه لي هو بيحملها المسؤوليه بالظبط. فده لسه في مشكله. يعني انا دايما بقول انا وظيفتي بتبدا بعد ما حد بيعترف ان في مشكله ويجي عشان يحلها، لكن لما هو لسه في المرحله الاسبق ان هو يعني بالعكس. والله اذا سمعانا وجوزك وافق انه يروح يا دكتوره ما عندهاش مانع انها قوي طبعا تعالج هذا الموضوع. لكن هتعالجيه ازاي يعني؟ هتقولي له ايه؟ ما هو لازم افهم هياخد علاج الأول. يعني هل ده ليه علاج طبي؟ لا الاول لازم نعمله فحوصات، نشوف هو عباره عن هو عامل ايه، من يعني الدوره الدمويه بتاعته شكلها ايه، اعضائه شكلها ايه، حياته شكلها ايه. احنا لما بنيجي ناخد هيستوري ساعات الناس تقول طب وده علاقته ايه؟ انت بتاكل ايه؟ انت بتاكل الساعه كام؟ هل الاكل بيؤثر على العلاقه الجنسيه؟ 100%. ازاي؟ 100%. يعني في ناس عندها اعتقاد لما بتاكل مثلا السمك والجمبري والاستاكوزا والحاجات دي بيبقى ده دي اسئله كثيره جدا بتجيلي حتى انا على صفحتي وعلى. ده حقيقي الكلام ده؟ يعني نصه حقيقي ونصه لا. يعني ايه المعلومه اللي دارجه وهي اساسا غلط؟ الكوارع مثلا ملهاش علاقه، ملهاش علاقه، بالعكس هي بتضر، لان هي الكوارع بتبتدي تعمل شويه بعد الهضم بتبتدي تعمل شويه زياده في لزوجه الدم، فانسيابيه الدم بتقل. الحمام طيور يعني مليانه دهون، مليانه دهون، يعني الطبقه اللي تحت جلد الحمام دي مليانه دهون، تمام. اللحمه بتاعت الحمام نفسها دسمه، مع ان على صغرها الحمامه، بس اللحمه بتاعتها دسمه. فطبعا ده برضو حاجه غلط خالص. الجمبري له شروط علشان يبقى مفيد، ان هو يتشال الظهر بتاعه، لان ده بيبقى معقل الكوليسترول اللي فيه. الجمبري عموما القشريات كلها مليانه كوليسترول، فطبعا ده ضار مش نافع. الفوسفور فيه عالي بس ما الفوسفور اعلى على فكره في بعض الانواع من الاسماك. امال ايه الاكل المفيد جنسيا؟ ما انا بقول لك الاسماك المشويه مثلا، اللي هي اللحوم، اللي هي الاسماك البيضاء، يعني حتى الاسماك الحمراء زي السالمون وما شابه مليانه دهون. في بعض الانواع دهونها مفيده اللي هي زي الاوميجا 3 والحاجات دي، وفي بعض الانواع دهونها غير مفيده. لكن الأضمن على الإطلاق هو كل ما هو أخضر غامق وأحمر غامق. زي عد بقى عندك مثلا الأخضر الغامق زي البروكلي، البروكلي مفيد جدا. السبانخ، الجرجير، عارف خضرة المحشي؟ ليه محشي؟ تاكل خضرة من غير محشي، يعني ممكن ما حدش هتقول لا. هي على فكرة أنا أول مرة أسمع إن المحشي مفيد. بالظبط. شوف جديدة. شوف أنت لقطت إيه؟ بالنسبة لي محشي. لا ده أنا بقول ليه ما فيش محشي، عشان بس يعني واضح إنك أنت ما اتعشيتش. فلا هي الخضرة. طب أنا هسألك بقى، هو المحشي أنهي، الفلفل ولا إيه بالظبط؟ ما هو هنخش في الطبيخ بقى. لا أنا قصدي خضرة المحشي، هي ما اسمهاش خضرة محشي. هي خضرة مفيدة، احنا بنستعملها في المحشي دي قصة تانية. أوكي. لكن لو استعملت لوحدها بره المحشي أحسن بكتير جدا يعني. الورق النعناع. النعناع. السبانخ النية، على فكرة في كل حتة في العالم بياكلوها نية، مش عارفة احنا ليه لأ يعني. الرجلة دي اللي احنا عندنا بيعتبروها نبات غير صالح للاستخدام الآدمي. يعني غالبا بيرموها للأبقار والماعز والحاجات دي. طب احنا أولى يا جماعة، دي مفيدة جدا جدا، وانت سافرت كتير مفيش طبق سلطة فيك يا فرنسا صحيح يخلو من الرجلة. طبعا. بلجيكا، لوكسمبورج، في بلاد كده طبعا، واللي زيهم كتير قوي في مطاعم لبنانية، في تونس، في الجزائر، في المغرب. الحقيقه هي شيء مفيد. يبقى احنا عندنا محتاجين ثقافه غذائيه كمان، ان احنا عندنا اعتقادات خاطئه فيما يخص انا عايزه اقول لك انه انا حتى مثلا عندي لما كان جناني يطلع الحشايش الضاره من الجنينه، اقعد المها وراه واروح اغسلها واكلها، زي الجعضيد مثلا. معروف الجعضيد ده حاجه بتطلع لوحدها. الجعضيد ده مفيد في ايه يا دكتوره هبه؟ مفيد جدا جدا، مفيد في كل حاجه، مفيد في الشرايين وفي القلب وفي الدوره الدمويه وفي الهضم وفي الصحه الجنسيه، مفيد جدا جدا. وفي كل اي حد عنده جنينه جنبه، جنينه عنده لو حوض زرع كبير شويه، الجعضيد بيطلع لوحده على فكره. وفي زهره صفرة كده احنا بناخد الورق الاخضر، السريس، حاجات احنا يعني اخواننا اللي في القرى الحقيقه. ولا غامقه بقى حضرتك قلتي حاجات الغامقه دي، ده الاخضر الغامق. زي مثلا الغاويين، الحاجات اللي يقدروا ياخدوا الحاجات الغاليه، مثلا الافوكادو مفيد جدا، وهكذا. عندك الاحمر الغامق، عد بقى يعني اي حاجه فيها لون احمر، يعني مثلا اللي بيقشروا التفاح دول خسرانين كتير الحقيقه. عندك البرقوق، الكريز، العنب الغامق الاحمر او الاسود. الفلفل ايه اخباره؟ الفلفل طبعا، الفلفل مليان فيتامين، مليان فيتامينات كتير قوي. خلاص، ومن اكتر الحاجات اللي بتزود مقاومه الجسم. طبعا انا مش متخصصه في التغذيه، فاخواننا المتخصصين في التغذيه كمان هيقولوا كلام قد كده 10 مرات. بس انا بتكلم على حاجه لا، بس انت قلت لنا معلومات الحقيقه جديده خالص فيما يخص التغذيه. الناس عندها كان اعتقاد الجمبري والاستاكوزا والكوارع. انا في الحته بتاعتي انا افهم كويس في التغذيه في الحته بتاعتي، لكن طبعا اخواننا اللي متخصصين التغذيه الدكاتره الزملاء الافاضل بيقولوا كلام قد كده 10 مرات، بس خليني اقول بشكل عام اللي مفيد للصحه الجنسيه هو الحاجات اللي بتزود انطلاق الدم او تدفق الدم في الاوعيه الدمويه الصغيره. على فكره البصل والثوم، وكل ما هو حراق طعمه حراق، كل ما هو لاذع، يعني مثلا الجنزبيل مفيد جدا، الفلفل الحامي، اخواننا في الدول العربيه اللي بياكلوا الهريسه، ليبيا وتونس وشمال افريقيا. طبعا في جوه بقى دخلت في افريقيا بقى بيبقوا صحه جنسيه عندهم عاليه جدا، علشان اللي بيتحركوا كتير وفي نفس الوقت اكلهم بيبقى خفيف، لان هم مش بيستحملوا الاكل التقيل عشان الحر. تمام. الاحمر الغامق زي ايه كمان؟ زي الكاكا، نبات الكاكا، لان هو العنصر الاحمر ده مضادات اكسده. تمام، اللي هو يعني المهم البلح الزغلول مثلا ويعني قيس بقى على كده يعني. طيب، يعني احنا كده عرفنا الاكل الغذائي الجيد، او معلومات يمكن انا اول مره اسمعها شخصيا. في رساله ثانيه، رجل بيسال بيقول ان هو يعني هو رجل تجاوز ال50 من عمره، وهو مريض برضو من امراض الضغط والكوليسترول والسكر، وان دكتور القلب اشار عليه بان هو بياخد دواء بيعتبروه احدث حاجه فيما يخص العلاج الجنسي عشان يقدر يحافظ على الجوده، او ان هو يجيد العلاقه مع زوجته بنفس الكفاءه، اللي هو بيسميه 5 مللي، وبياخده بشكل منتظم يوميا. السؤال، هل ده مفيد للصحه الجنسيه ام لا؟ هو بصرف النظر عن المنتج هو ايه، يعني هو دي المساله احنا بنتكلم هو سماه الحقيقه انا يعني بنتكلم على ده اسم تجاري، في هو نفس المسمى العلمي ده، يعني قصدي في اسامي كتير قوي لنفس المسمى العلمي، لكن اللي انا عايزه اقوله انه طبعا ده من المفيد جدا ان الواحد ياخد جرعه صغيره من اي من كان الحاجات البرودكتس او المنتجات اللي انت اشرت اليها، بياخد نص اقل جرعه، بمعنى ان مثلا لو اقل جرعه بتلزم هذا الشخص عشان يحدث له انتصاب كويس، لا ناخد نصها بشكل منتظم، سواء بشكل يومي او شبه يومي، يعني مثلا كل يوم او يوم بعد يوم او مرتين في الاسبوع، او حسب كل حاله وحسب الطبيب المعالج. هو ده بيبقى عوده بالدواء ده للغرض اللي هو اصلا اخترع عشانه. الادويه دي حضرتك مش عارف تعرف معلومه ولا لا، المشاهدين بيعرفوا ادويه الضغط، ادويه كان معموله عشان تقليل ضغط الدم عن طريق زياده تدفق الدم في الاوعيه الدمويه الطرفيه. صحيح. فهو دلوقتي ارتدوا بالادويه دي للغرض اللي هي اخترعت او انشئت عشانها او اكتشفت عشانها، فبيعمل كده فعلا، بيفتح الاوعيه الدمويه الطرفيه، وهي طبعا عشان احنا عرفنا ان ليها انجذاب خاص عند الاوعيه الدمويه في الاعضاء الجنسيه، فدي بتعمل تاثير كويس فعلا، وبتوسع الاوعيه الدمويه دي، فبتساعد على تدفق الدم الطبيعي بصرف نظر عن الاثاره. هل دي مضره؟ كل شيء بلا ضابط ولا رابط هيبقى مضر، فهو لازم يبقى متابع مع طبيب، ولازم يبقى فيه كمان حاجات ناخد بالنا منها، لازم يكون ضغطه كويس، لازم يكون صحته العامه كويسه، بنتاكد من كام حاجه كده، بنشوف هل كمان برضو دي حاجه مهمه قوي احنا نشير اليها، ايه نوع الضعف الجنسي اللي عنده؟ ما ممكن يكون شرياني، ممكن يكون وريدي، ممكن يكون الاثنين مع بعض، ممكن لو كان عنده. هو الشرح بيقول ان هو بياخد انواع ادويه ضغط، قيل له ان الادويه دي هي اللي بتخليه يتاثر، لو مسميها حتى مجموعه البيتا بلوكر. البيتا بلوكرز هو التاثر ده، بقول لك هو برضو ده نفسه انواع، فما بيبانش غير لما نعمل الفحوصات بتاعتنا عشان نشوف احنا نتارجت ايه. عارفه لما تبقى عايز تنشن على حاجه، طب دي ولا دي ولا الاثنين؟ طيب لو هو عنده سكر قديم شويه، طيب هل السكر بقى اثر على الاعصاب نفسها ولا لا؟ الاعصاب دي هي الكهرباء، فانت مهما تكون مثلا ثلاجه موتورها شغال ونوعها كويس وكل حاجه، بس لو الكوبس متشال مهما انت صلحتها ومهما عملت فيها مش هتشتغل. سيده من القاهره كاتبه اسمها بتسال سؤال، بتقول هل بعد انقطاع الدوره الشهريه لانها قد بلغت سنا ادى الى انقطاع الدوره عندها، هل تستطيع أن تستمتع بالعلاقة الجنسية كما كانت قبل انقطاع الدورة، ولا كده كده وقالت انا خلاص اصبحت ملياش لازمه. حقيقه ما اعرفش كده كده ليه. لا طبعا هي انقطاع الدوره هو نهايه القدره على الحمل فقط لا غير خالص، يعني ما فيش اي حاجه تانية. بعد انقطاع الدوره بكذا سنه يبتدي مشكله الجفاف الموضعي، ودي ليها علاج لكن ملهاش اي علاقه بالرغبه في الجنس او بالاستمتاع في الجنس. لا مفيش اي علاقه بين ده وده، هتفضل ترغب وتفضل تستمتع وتمتع زوجها ان شاء الله وكل حاجه. ومساله الجفاف دي مقدور عليها، وفي حاجات كتير قوي دلوقتي منتجات يعني في العقاقير بتحل المشكله بسهوله شديده. سيده من اسكندريه عندها 44 سنه بتسال انا متزوجه بقالي 20 سنه، بتقول العلاقه الزوجيه بيننا ما بقتش زي الاول في الاحساس ولا في عدد المرات. اعمل ايه عشان نقدر نرجع زي الاول؟ اسباب ايه سبب الفتور بعد فتره في العلاقه الزوجيه؟ هل هو الاعتياد ولا في اسباب اخرى؟ مين المسؤول؟ انا شايفه ان المشاكل اللي زي كده بيبقى يعني السبب فيها هو النمطيه الشديده في الاداء. يعني لما تبقى بتدخل الفيلم 20 مره فحافظ ايه اللي هيحصل ومشاهده ايه، فبالنسبه لك ما بقتش تشالنجينج، ما بقتش حاجه فيها تحدي او فيها ترقب او فيها استمتاع، زي ما يكون انت مش عارف طب المره دي هيبقى هيقع من الحصان ولا مش هيقع من الحصان، هيتجوزها ولا مش هيتجوزها، عارف الحته دي هي دي اللي بتفرق. فاللي انا شايفاه انه احسن حاجه ان هي تتكلم مع جوزها في تغيير نمطيه الاداء. يبداوا مثلا بتغيير الوقت، التوقيت يعني بيعملوا فيه العلاقه، يطولوا فيها شويه، يزودوا في المداعبه، يغيروا المكان، يغيروا الطريقه، يغيروا الأوضاع. يعني فهي لازم حد يكسر دايرة الملل اللي هو مشمول أو مرتبط بالنمطية الشديدة. زوج عنده 35 سنة بيسأل أنا طول الوقت عندي شغل وضغط كبير، مسؤوليات كتير، بقيت أحس إني مش بقدر أأدي بنفس القدر زي أول الجواز، فهل بتؤثر الضغوط النفسية في الشغل على العلاقة الجنسية وإزاي أخليها ما تأثرش؟ أنا هقول له كده جملة يحفظها ويخليها حلقة في ودنه. هي هتأثر لو هو سابها تأثر، هي لو أنت سبت المسألة دي تأثر عليك هتفضل مأثرة عليك وخنقاك ومكتفاك. لكن لو اتعودت أو عودت نفسك إنك أنت تخرج من مكتبك، تقفل الباب على المكتب واللي في المكتب، وأنا مروح البيت على البيت واللي في البيت واستمتاع البيت، الموضوع هيظبط جدا جدا. ودي مسألة متكررة، و يعني محدش يبتدي ان هو ياخد الانشغال بتاعه في البيت، محدش يبدأ يحط اللابتوب على حجره ويفتح الايميلات ويرد عليها ويتخانق ويعمل كأنه قاعد في المكتب، لأنه البني آدم الجهاز العصبي بتاعه نفسه بيتلخبط، ما بيبقاش عارف طب انت هنا ولا هنا، فبيتعامل معاه على انه لسه في المكتب، فبيبتدي طبعا الواحد وهو في الشغل ما بيفكرش في المسائل دي خالص، فهيبدا احساس عدم التفكير في المسائل دي ملازمه لو هو ساب المساله تمشي كده. فلا يعني لازم، على فكره بره في بلاد كتير قوي اللي بيشتغل في خارج اوقات العمل لو مثلا ظبطوا واحد بعت ايميل وهو كان المفروض ساب المكتب في الوقت ده بيحققوا معاه، علشان هو كده بياخد من الانتاجيه بتاعته المفروض ان هو هيقدمها تاني يوم بالظبط. اب بيسال ان ابنه عنده 14 سنه يمارس العاده السريه، ساله انا اعمل ايه؟ فقال، فالاب قال له انا يعني بقول لك ده غلط، قال له لا مش غلط، يعني كتب حوار. فالاب بيسال حضرتك ازاي اقدر احميه من المعلومات الخاطئه اللي واصله له عن العاده السريه واوصل له المفهوم الحقيقي للعلاقه الجنسيه في المستقبل؟ هو في السن ده الولاد بيصدقوا اي حد غير ابوهم وامهم في معظم الاحيان. يعني لو كان له صاحب مثلا صديق في المدرسه وقال له دي مش غلط، هيبقى صديقه هو اللي عنده حق وابوه لا. ففي الحاله دي هو الاب لازم اولا يطول باله عليه جدا، لان في مشكله مع الاباء بالذات، الاباء واولادهم الاولاد بيبقى ما عندوش صبر عليه ويبتدي يتضايق منه، يبتدي يزعق له، يبتدي يبقى عنيف معاه، انا بقول لك انه غلط يبقى لازم يبقى غلط، انت مش ماشي كلامك عليا. فالمساله دي او الصوره دي هتخلي الولد يبتدي بقى ممكن يبقى مؤدب ومحترم وانا اسف وكل حاجه، بس خلاص هينفصل نفسيا عن هذا الاب. فهو الحل هنا هو التوحد، يعني الاب ده يتوحد، ياخد نفس صف الولد ويبتدي يتكلم معاه على انه طب يعني يقول له يمارس على السريه. لا مش قصدي انا طب انا انت بتقول ان انا غلط وانا بقول ان انت غلط، طب تعالى انا وانت نروح لطرف محايد، تعالى نروح لحد متخصص، تعالى نروح للدكتور فلان صاحبنا، تعالى نروح لمش عارف مين الاخصائي النفسي الفلاني، تعالى نروح يعني حد صاحب علم يفتينا في الموضوع ده ونشوف. وانا لو غلطان تفتكر السن ده ممكن يتقبل حاجه زي كده؟ طبعا، ولا ممكن تبقى الشهوه عنده اكبر بكتير من اي راي يسمعه. ما هو كمان الراي نفسه لازم يكون، خصوصا ان هو بيتكلم على شاب عنده 14 سنه ان ده لسه بالغ، يعني لسه صغنن خالص. لا هو ما هو برضه لازم الراي اللي يتقال له لازم، عشان كده بقول حد متخصص. يعني المتخصص بيبقى عارف يخاطب السن ده ازاي ويقول له ايه، والسن ده ازاي يقول له ايه. ويعني السن ده بيبقى عنده تمرد شديد جدا، حاله تمرديه انفجاريه يعني عارف. فانا لازم اقول له ايه، بص انت تعرف المعلومه وانت حر اعمل اللي انت عايزه. فاحساسه انك انت رميت الكوره في ملعبه ده بيبتدي بقى ايه يريحه من ضغط العند. يعني هو نفسه انك انت تقول لا عشان يقول لك او تقول له عشان يقول لك لا. فانت لو قلت له انا بص انا هقول لك رايي وانت اعمل اللي انت عايزه، ساعتها التنشن بتاع انه عايز يخالف رايك بيرتاح، فبيخلي تفكيره متوازن اكتر. بس هو السؤال هنا، هل هي العاده السريه مضره لشاب في سنه ولا لا؟ مفيش، السؤال ده ما يتقال تجاوبش عليه باه او لا، لكن هي داخل ضوابط معينه ممكن تبقى مفيده. لو خرجت خارج الضوابط دي ممكن تبقى مضره. يعني لكن يعني انا مثلا ساعات بيجي لي شاب متجوز مثلا ولسه متجوز جديد، انا 26 27 ويبتدي يقول لي انا عندي مشاكل ومش عارف ليه، وانا ما اتخيلش ان انا هيبقى عندي مشكله. من ضمن الحاجات انت بتمارس عاده سريه، عمري ما عملتها. انا بالنسبه لي بتبقى ده خبر مش حلو، لانك انت عديت بفترات احتياج شديد لافراغ الشهوه بتاعتك او افراغ الطاقه بتاعتك، وبقائها عندك لا ده بيعمل التهابات وبيعمل احتقانات وبيعمل حاجات كده. لكن كمان اللي يجي يقول لي ده انا كنت بحبها قوي، ده بعملها كتير، ده مش عارف ايه، برضو بيبقى نفس الامتعاض عندي والقلق، لانه بيبقى كده ارهق على الانسجه بتاعته زياده عن اللزوم، فبالتالي هتبقى محتاجه وقت ان هي تتعافى وترجع لاصلها. فدايما احنا بنقول احنا بنعمل الشباب يعني بنقول لهم انتوا بتعملوا العاده السريه مسموح لكم بثلاث شروط. الشرط الاول عند الاحتياج الشديد، وهو يقدر يحكم على الاحتياج ده كويس. الشرط الثاني انها تتعمل مره واحده عند الاحتياج، تبقى مره واحده مش بقى وكذا مره تريك كده ورا بعض. الشرط الثالث انها تتعمل بدون عنف في الاداء، يعني بدون ضغط شديد، بدون ارهاق للانسجه جامد يعني. فلو الثلاث شروط دول تحققوا احنا تمام. وطبعا لازم الناحيه الشرعيه تتفهم لهم كويس ان هو ده دي توجب الغسل، دي تمنعك من الصلاه لغايه لما تغتسل، دي مش عارف ايه. فبرضه لان في كتير قوي شباب ما كانوا ما يعرفوش الرابطه دي. صحيح. فلازم برضه يشار اليها يعني. وقت الفقره انتهى، بشكرك جدا دكتوره هبه قطب. ارجوكم اي تساؤلات من حضراتكم في فقره اسال دكتوره هبه قطب على صفحتنا على الفيسبوك، واحد من الناس على قناه النهار، في انتظار تساؤلاتكم. ابعتوا لنا واللي عايز يقول الاسم قول، اللي مش عايز في سريه تامه. وزي ما قلنا كمان الحالات اللي هي تحتاج لعلاج ان شاء الله سوف يتم علاجها في سريه تامه. بشكركم جدا. واسكن عشش يهاجرها الريح وطير جريح يحب اللم، وانا ماليش غير الليل الا الخيال. يا ليل بردك قسي يا رجوم، ده انا حبيبك يا ليل وكل احبابك دول بعوم. يا ليل حنن قلبي الحبيب انا خاف عليه لا يروح، واموت في قولة عاشق تهج مني الروح. حضنك وطن واللي الغريب مع انه مني، سمعي ببكايا العتمة ايه غيرك فاضل لي. خليكي فيا اسكن مواويلك واغني، وايه يدوم غيرك يعيش الليل دايما بايعني. واحد من الناس النهارده واحد من الناس اللي انطلقوا بموهبه فن الراب، وانطلق الراب في العالم في امريكا، وصل مصر كانت الصبغه الغربيه بتسيطر عليه بشكل كبير جدا. لكن ضيفنا النهارده واحد من الناس قرر انه يغني الراب بطريقه زي ما سمعتوا مختلفه جدا بطعم مصري جدا. قرر انه يستخدم الراب في التعبير عن مشاعر، عن احاسيس، عن أفكار عنده، عن أفكار حواليه. والحقيقة إن عمل شهرة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، وأغانيه أصبحت بتحقق مشاهدات بالملايين بعد ما صنع لنفسه جمهور كبير جدا بيشجعه وبيسنده وبيدعم خطواته. معايا ومعاكم في واحد من الناس الفنان أحمد كامل، صاحب الترندات العالية على اليوتيوب، وفرقته الجميلة اللي مشرفة على القطر. احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، شرف كبير ليا يعني موجود مع حضرتك، وشرف اكبر يعني الكلام الكبير اللي حضرتك بتقوله عليا. لا ده جميل ما شاء الله. انا يعني الحقيقه يعني مش عارف، لما سمعتك حسيت انك انت في لون، في حاجه، في كلمات، في اداء، في احساس، في صوت، فيعني بالعكس انا سعيد جدا بوجودك معايا. هو موضوع مختلف شويه. انا في الاول بدات راب، كنت في الاول كنت بحاول ان انا اعمل ده، وكنت بحاول اعمله بشكل مختلف شويه، مش التقليدي اللي بيحصل هنا او زي ما هو بره. بعد كده حولت الجينر ده، هو انا مش عارف هو ايه، لان احنا مش دارسين مش عارفين ده. عملنا حاجه لقيت الناس بتحبها، فانا هل يمكن طبع الحزن اللي بيكسوها قوي يمكن ده؟ مش شرط، في حاجات كتير حزين شويه صح؟ في وفي حاجات كتير بتبقى حزينه. بس انت حزين؟ شخصيتك حزينه؟ شخصيتي يعني شويه. ليه؟ مش ليه، لا احنا بص، هو ده كلام يعني الحاجات. يعني انا اعرفك الاول بالشباب يا ريت. اول حاجه انا احمد، واسلام خالد، محمد الشيخ، وهشام، ولسه في ناس كتير ما جاتش معانا عشان ما كناش قادرين نجيبهم كلهم. بيتر، محمود الفقي، ومهيب، وفي سيد وعامر، وفي ناس كتير قوي. الموضوع كله في عمر زكي بيصور معانا الفيديوز وكده، واسلام، هشام. الموضوع كان غريب شويه معانا. يعني انا ما كنتش بغني، ما كانش في. بتعمل ايه؟ انا كنت بغني راب في الاول، راب كنت بعمله، بس الغنى عامه كان الموضوع عليا يا ابني صوتك وحش. حتى انا كنت بقول ده لنفسي، لحد دلوقتي في ناس بتقول ده، هي اراء. جيت في يوم اسلام اللي بيوزع التراكات كلها وبيعمل ساوند انجينيرنج وكده من زمن يعني، هو الموضوع بدا بيا انا وهو. انت خريج اساسا يعني؟ حقوق جامعه القاهره. سنك قد ايه؟ 27 10/9/92. فجيت في يوم قلت لاسلام انا مش عايز اغني راب تاني، حاسس ان الموضوع مش بيعمل حاجه معانا. عارف في وقت في حياتك الناس كلها بتبقى رافضه اللي انت بتعمله او شايفين ان ده مصلحتك، حتى الاهل والصحاب والناس اللي في الدايره يعني اللي حواليك. انت فاكر نفسك هتكون يعني مش عارف ايه، خاصه ان انا ما كانش عندي حاجه ابدا بيها، ولا صوت ولا مميزات في حاجه، ولا ان كان عندنا مثلا استوديو نقدر نتعامل معاه، ولا كان معانا حتى الماده اللي تخلينا نعمل ده، ولا فلوس. فكنت دايما بقول لاسلام هي هتيجي، بس مش عارف ازاي. قعدنا وقت طويل، كان عندنا شقه قديمه كنا بنقعد فيها انا وهو، قعدنا فيها فتره طويله بعيد عن بيت وعن الناس وعن كل حاجه. الفتره دي كانت اصعب حاجه في الدنيا، لما بقوم ابص له وهو اهله حاطين عليه عبء ان هو لسه ما عملش حاجه، ولسه مش شايفين عائد لينا احنا الاثنين، او حتى في ناس بتعرفنا. عارف اللي تمرد على الظروف اللي حواليه. انا هعمل تخيل طبعا الناس كلها شافت حاجه مش موجوده، وانا شفت حاجه انا الوحيد بس اللي شايفها. محدش يعني انت كنت كل اللي حواليك بيأسك بيحبطك، ها؟ ما حدش شجعك خالص؟ قليلين، خطيبتي، ابويا وامي، بس عشان انا ابنهم مش عشان انا كان عندي حاجه. واخواتي ناس قليلين قوي في صحابي، واسلام كان معايا الحلوه والمره، يعني قال لي زي ما هتيجي احنا كده رحنا مع بعض سوا وهنيجي مع بعض سوا. خاصة ان ما كانش عندنا حد في حوالينا حد يساعدنا، ما كانش في اي حاجه. فجأه بعد كده جه محمد، وكل فتره بيجي حد، بس احنا لسه برضه ما حدش يعرفنا. لغايه ايه بقى؟ ايه اللحظه اللي حصل فيها؟ في لحظه، في يوم عملنا اغنيه اسمها يا ليل، اللي كنت بقولها دلوقتي، حتى في التسجيل هتلاقيها غير كده، هتلاقيها غير كده خالص. قعدت 1.5 سنة تقريبا على النت، وبعد كده لقيت اسلام بيقول لي في حاجه غريبه، بيقول لي انا بقيت بسمع الاغنيه في الشارع. احنا جت فتره علينا اصلا ما كناش بننزل الشارع، كنا قاعدين بنشتغل على نفسنا. لما انت تبقى عايز تتعلم حاجه واقول للحد مثلا قريب مني علمها لي، لا يطلب فلوس، واحنا مش معانا ده. رغم ان الاغنيه دي في واضح انها في البدايه كانت سبب رفض الناس ليك اساسا. هي كانت سبب رفض الناس ليا وسبب حب الناس ليا. طب ايه تفسيرك انها نجحت بعد ما فشلت؟ هي ما اعرفش، ربنا عارف احنا تعبنا قد ايه. في ناس كتير لما حد يقول لي مثلا انت، ما في ناس بشوفها في عينيهم انت ما تستحقش ده، بضحك، فاهم يعني. هو ربنا عارف كل ده، وعارف احنا تعبنا قد ايه، وعارف احنا بنتعب قد ايه لحد دلوقتي، وعارف هنتعب قد ايه. لما عملت نجاح حسيت بايه؟ الموضوع كان غريب، ما كنتش عارف اتصرف، انا ما كنتش عارف يعني، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. ولقيت نفسي في حته ثانيه، ولقيت ناس بتوقفني تتصور. انا اول حد وقف عشان يتصور معايا كان شاب، انا فاكر الموضوع ده بالظبط، كان في شارع معز في الحسين، قرب الحسين وكده. وجه هو واصحابه كده، وانا استغربت وقلت له انت ايه؟ تقول لي انت احمد قاعد اتصور معاك. انا يعني ما كنتش مصدق ان في حد عارفني، حتى اهلي ما كانوش مصدقين لحد ما جبتهم حفله. الحمد لله كانت ساعتها اول حفله ليا، كانت في ساقية عبد المنعم السوقي، و التيكتس خلصت في وقت قياسي. انا ما كنتش مصدقه يعني، كنت بقول. غنيت ايه في الحفله دي؟ غنيت كل حاجه، لدرجه ان انا كنت مبسوط بالموضوع، ان في ناس بتحبك حب مش مشروط. انتوا بتحبوني عشان حاجه انا قدمتها الناس، وكمان خاصه لما العالم كله يبقى رافضك، العالم اللي حواليك يبقى رافض اللي انت بتعمله، وشايف ان انت مش مؤهل. ولا مش عارف، هل انت كنت مبالغ شويه في فكره الرفض ليك يعني؟ لا مش مبالغ، لان انا سبت البيت فتره طويله وما كنتش بقعد فيه، واسلام نفس الموضوع، كنا عايشين انا وهو في مكان لوحدينا بنحاول نتعلم، ومحدش كان عايز يعلمنا، فحقيقي كنا مرفوضين يعني. اسلام رفيق الكفاح، خاصه ان انا كنت مرفوض شكلا وموضوعا. طب كنت هل المشكله كانت ايه؟ كنت 184 كيلو. انت خسيت يا ده انت ده؟ ده انت؟ ده حد تاني. الموضوع عادي، لما بدأت اتعرف، هو ده اللي معروف، ده اللي عمل كل ده، هو اللي عمل كل حاجة. انت صنفوك ايه؟ مؤدي، مطرب، مغني؟ مش هاممني حد يصنفني، انا هامم انا مصنف نفسي ايه؟ مغني، مؤدي، ايا كان زي ما هيصنفوني. كارنيه نقابه المهن الموسيقيه بتاعي مكتوب فيه مطرب. بحاول دلوقتي بتعلم آلات وبحاول ادرس ده، بس عايز اعيش على الفطره بتاعتي شويه، عايز اكمل بده شويه اللي الناس حبته، لان شايف ان لو درست غنى اكيد ده هيبقى حاجه افيد لي. يعني انا بحب اسمع لو حد يعني عنده نص معلومه هتفيدني اقعد اسمع له، يا ريت اكيد هو مره. طب انا اسمعك دلوقتي، يلا سمعني حاجه. الله يرحمه والد صاحبنا كان يعني الحمد لله كان عنده كانسر فتره، كانت فتره طويله وكان خلاص بيخف، بس الله يرحمه. اسمه ميمو، هو اللي هو صاحبنا اللي هو والده هو اللي اصيب بالمرض ده. فانا عملت الاغنيه دي من فتره طويله وبعتها له، قلت له اسمعها يعني، وعجبته وقعد يقول لي نزلها، وانا ما كنتش عايز انزلها. مش دي والدك شارك معاك فيها؟ اه، لاني ما كانش معايا فلوس اجيب حد موديل او حاجه يبقى معايا في الكليب، خاصه ان والدي كان شغال في مكان يعني مش هينفع اللي هو يعمل ده، وبعديها فتره هو طلع معاش وكده. فبتكلم قدامه قال لي انا اللي هعملها، واصر لدرجه ان انا قلت له لا مش هينفع، قال لي لا هعملها. قال لي يعني لازم اساعدك، لانه بدا يشوف فعلا انا عندي حاجه، بدا يشوف في حاجه بتحصل، وفي ناس بتعرفني، في ناس بتشوف الموضوع. دلوقتي بابا لما بيدخل حفله الناس بتهيص عشان شافته، فانا مبسوط بده. ده خلاني عارف. انا بحييه جدا منها وبحيي والدتك. انا عارف ده خلاني انا حسيت ان اللي انا بعمله بقى ليه قيمه. الحمد لله. اتفضل. غمض عيني في يوم تروح، خايف ما تكون موجود. انا عمري ما شفت في عينك انت بدموع، انا بقوى بيك قول لي ليه موجوع، مخبي ليه؟ وانا وانت بنشبه بعض، انا لو يوم افرقك صعب، ده انا لو يوم بعيد عنك اموت. يطول ليلي بكايا يزيد، انا حاسس ومتأثر، مخبي عليا فاكرني بعيد عنك ومش هعرف. يطول ليلي بكايا يزيد، انا حاسس ومتأثر، مخبي عليا فاكرني بعيد عنك ومش هعرف. انا منك بلاش تكذب، جواك خايف ومتدمر، انا منك بلاش تكذب، جواك خايف ومتدمر. قالولي انك كمان تعبان، قالولي ان ده كان صعب، قالولي اخلي بال انا منك عشان يمكن في يوم ترحم، قالولي انك كبرت خلاص، قالولي ان شعرك راح، قالولي اني لازم احس، قالولي لو تروح ترتاح، أنا خايف عليك أرجوك خليك يا ضهري بلاش تروح. مفيش زعل ولا يوم هبعد، هذاكر وأبقى زي ما اتمنيت، أكبر وأشيل البيت، أكبر وأشيل البيت. حلوه كده وفيها احاسيس. هو الناس تستحق ده؟ الناس يعني ايه اللي انت عبرت عنه لغايه دلوقتي وانت لسه ما عبرتش عنه؟ في يعني انا كنت عامل اغنيه زمان راب، اعمل راب وكده، كان اسمها ما تدمعش. كنت بتكلم عن حد صاحبي هو بيشتغل في ورشه صيانه سيارات وكده، فهو في يوم كان بيتكلم معايا. يعني انا شايف ان الاغاني لازم تطلع من حاجات حقيقيه. مش هقول لحد ان انا معايا كنوز الدنيا وهي مش معايا، وهو اصلا يا دوبك مش بيشوفها حتى في افلام، لان هو ممكن ما يبقاش اصلا عنده تلفزيون يشوفها فيه او ما عندوش وقت. فانا شايف الناس تستحق انها تسمع حاجه حقيقيه، لان الناس حقيقيين والشارع حقيقي، هو اللي بيعلم ده. ممكن اقول لك الكلام بتاعي؟ سمحاني ده غني هادي، هي راب حاجه في الحاجات القديمه. يلا سمحاني. هي بتقول، قالت له ما تدمعش، المشهد كله عتمه وصورة ابوه وشريطه سودا وعيله ابوه اللي مرمي في نعش، بقيت راجلنا اتصرف، لو يوم ضعفت نموت من الجوع، سنك صغير بس قدرك تصبح كهل. لسه سامع صوتها، ونفس الكلمه بعد موتها هي كمان بتقول لي ما تدمعش، اخواتك لحمه حمراء، لو جبت خطوه لورا يروحوا وتصبح وحدك، فاوعى تضعف، ما تدمعش، الشارع ملجأ، عينك لو غفلت تحرقك، ابن ال16 وسط سوق غيلان، امسك نفسك، محدش ساب له تركه، مفيش غير دمع يملى بركه وعظم التربه وكوم اللحم، الهم يقوي، صاحبنا تم سنه من شيلته، كل اللي في سنه وراحوا مدارس وهو شايل عيلته، زمايله بعدوا عنه كمان ايده شققت، والصحبه اتفرقت، صنعته تعر اصحابه منه، ربك بيرزق الغلبان، محدش شاف بكاه كمنه كان مكتوم جواه، دمعته ابره في كوم قش، الصحبه ما تلزمكش وبرضه ما تدمعش، ربك لو حب عبد ليه ابتلاه، قول الحمد لله، محدش نام مرتاح البال، في غيرك عايش اسوأ منك 1000 مره، في الدنيا مقطوم ظهرك، في الاخره لينا حياه، صاحبنا ده بيه يا دوب قبضه بيكفي، علامه 2 اخواته اكل وشرب وناسي نفسي، اقصد انه كان بيحرم نفسه علشان وصيه امه، قالت لي شيل مكاني، اقصد هو مش انا يعني، الغيب ما بيتعلمش، صاحبنا عينيه ما دمعتش وخوفه من بكره خلى عينيه ما نامتش، صاحبنا كان شقيان، تشهد حيطان الورشه ونومته تحت العربيات علشان يكفي 2 اخوات، صاحب الشغلانه كارهه، صاحبنا استغرب نفسه مع انه امين معاه وشغله تمام وما شافش حلو منه، صاحب الشغلانه مريض ملوش حظ في خلفه، صاحبنا شال الورشه مع ان عنده اكتر من فرصه، ما سابش الراجل المرمي على سريره وراح لغيره، حسبها اللي مربيه برغم القسوه اتربى في خيره، كان كل يوم يقفل الورشه ويبعت الاراده، اتفاجئ صاحب الورشه، انا كنت فاكره سابني خلاص، الراجل صاحب الورشه توفى، المرض اكل جسمه، صاحبنا عشان اصيل على قد جيبه وعمل له سبيل يغفر له، ملوش ورثه، صاحبنا اتفاجئ من الوصيه لاول مره، الحظ معاه كتب له الورشه باسمه، ربك لو حب عبد ليه ابتلاه، قول الحمد لله، محدش نام مرتاح البال، في غيرك عايش أسوأ منك 1000 مرة، في الدنيا مقطوم ظهرك، في الآخرة لينا حياة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا واضح إنك أنت يعني بالتأكيد، يعني اللي أقدر أقوله إنك أنت عندك معاني عايز توصلها. الناس كلها عندها ده، بس هي الوسيلة. وعندك كمية حزن وشجن في حياتك. مش حزن، على قد ما حاجة حقيقية. انا ممكن ما تبقاش حكايتي. هل كل اللي انت غنيته وريد تجربه، ولا ممكن تكون التجربه مرت على حد قريب منك وانت عبرت عنه؟ ممكن. صح. الحاجه اللي انت بتعملها بحب هي اللي بتطلع كويسه. لما بتعمل حاجه بتبقى حقيقيه فعلا، هي دي انسب حاجه ممكن تقابلها. فيك ايه من محمد منير؟ ابويا مش فيها حاجه منه. يا ريت يا ريت. وانا صغير كنت في مدرستي في الابراهيميه الثانويه اللي في جاردن سيتي، كنت بشوف عربيته وهي داخله البيت، هو كان قريب من هناك، كنت بفضل اجري وراه لغايه اما احاول اشوفه، بس هو نزل حتى من العربيه. وفي يوم لقيت حد بيكلمني بيقولوا لي سيد وعامر اللي هم مديرين الاعمال وكده عندنا، بيكلموني بيقولوا لي انت هتطلع حفله مع منير. قلت لهم ايه؟ عارف في صعقه، اللي هو انا صادف اليوم ده يوم الحفله، فاكرين يوم الحفله كان يوم 16/4/2019، من 7 سنين، كنت انا واخد صوره في حفله منير في السخنه يوم 12/4/2012، قبلها ب7 سنين، وانا طفل لابس شنطه، واسف لو ابويا وامي بيتفرجوا، كنت هربان من دروس وكده علشان اروح الحفله. و كان مش عارف اقول لك الاحساس، وان انا اروح له قبلها قبل الحفله بيومين البروفه اشوفه، اول ما شفته عارف حسيت ان في حاجه بتحصل. الموضوع مش شجعك منير جدا جدا، وقال لي انت اتعلمت فين؟ قلت له الشارع، انا لسه ما درستش. قال لي كويس، انا كمان ما درستش. قال لي انا مع الاحتكاك. انت مش متخيل، انا ما كنتش عايز اتكلم، انا عايز اشوفه. موضوع بالنسبه لي، عارف اما يبقى حلم طفوله، انت بتحب حد وفجاه تبقى موجود معاه في مكان. اول ما انا خلصت غنى ومنير بقى هيغني في الحفله، انا نسيت كل حاجه واخدت علم عليه التراس منيريان ونزلت وقفت قدام عند الناس وقعدت اتنطط زي ما كنت طفل. ما ينفعش الراجل ده، يعني ربنا يخليه لينا، هو قيمه كبيره جدا طبعا جدا جدا جدا. انا بالنسبه لي محمد منير هو صوت مصر، هو مصر. هنسمع ايه؟ لسه حاجه لسه ما نزلتش اللي انت عايزه، قولي. سلمي لي عالي بالنار، قولي كرهك بمية طريقة. لو يسألوكي عني قولي مش فاكرة الحقيقة، قولي غاب مش فاكرة شكل، قولي مات ومعاه ما شكل، قولي قلبي حب بعده واعملي فيها البريئة. كوني مظلومة في حكايتك، بين الهوم إني سايبك، عرفي هوم إني بايع بس وإنتي قدام مرايتك، تقدري بوحي بمشاعرك قولي والله ما أحب بعدك، وإنك أرجل من بدايلك، وإني خسرانة برحيلك. الشارع هو المدرسة اللي اتعلمت فيها؟ أكبر مدرسة. إزاي؟ كل يوم بتشوف حاجة جديدة، كل يوم بتتعامل مع حد بتكتسب منه حاجة جديدة، مواقف حلوة ووحشة. ممكن تبقى لسه زي ما بيقولوا، اللي فاهم، اللي بينزل الشارع بيتعلم بيكبر. حد هيضحك عليك النهاردة، أنت هتغلط وتضحك على حد بكرة، فيجي حد تاني يضحك عليك، فأنت تتعظ، فتقول أنا مش هغلط تاني، فتتعلم حاجة، ممكن تغلط تاني، تبدأ تتوب. تتعلم. بص، كل حاجه مقياس، هو لاين، واحنا كلنا ماشيين عليه في كل اتجاه، كلنا بنحتك في الشارع وكلنا منه. انا لا اقدر لك ان انا سعيد بيك. انا اكتر والله، وعايز اقول لك ان انا حاسس بيك وسعيد بتجربتك انت واسلام واصحابك الجمال دول اللي معاكم النهارده، وسعيد بنجاحك لأن مع العسر يسر، فربنا الحمد لله بعد المحنة ادالك المنحة. الحمد لله. شفت النهارده النجاح بتاعك، وشفت إن الناس بقت بتعجب بالفن اللي أنت بتقدمه، والحقيقة أنت بتقدم فن. أنا كان نفسي واقعي يكون الموضوع أحسن. أنا لولا العملية كان والشباب كلهم مش موجودين، بس أنا ما ينفعش طبعا أفوت فرصة إن أنا أقابل حضرتك يعني وموجود هنا. ف أنا سعيد والله بكلام حضرتك جدا، ومبسوط يعني انا مش بجاملك، انا بقول لك اللي بحسه، لان الحقيقه انا عارف يعني معاناه انسان عشان يقدر يوصل. ايه الجديد بتاعك؟ هتعمل ايه قريب؟ الجديد في اغاني مع ناس هم بصراحه حتى لما شفتهم انا قلت لهم ده. هتمثل؟ ايه؟ هتمثل؟ بنحاول. ايه هتعمل ايه؟ حاجه كده لسه، بس ما فيش تاكيد فيها، فلسه يعني بيتم الاتفاق مع الناس في ده. وفي اغاني مع ناس بصراحه هم كانوا نجوم بالنسبه لي، فاهم؟ انا لما اشوفهم هم ما زالوا لسه زي ما هم. تعمل شغل مع مين؟ خليها مفاجاه. خلي الموضوع مفاجاه، بس الناس يعني من وانا صغير العصفوره قالت لي مع اسيلي. يعني اسيلي بص من احسن الناس اللي بصراحه انا اتعاملت معاهم. اسيلي شخص طيب جدا، بيتعامل بتلقائيه، يعني انا ما كنتش متخيل، انا ما كنتش عارفه في الاول لغايه اما اتكلمنا انا وهو سوا. اسيلي شخص تلقائي قوي، عارف يبقى راجل كبير، بس في برضه حته بتاعت الطفوله برضه اللي في قلبه على لسانه، وهو فنان قبل اي حاجه ومختلف. اكيد ضاف لي حاجات كتير في حياتي من قبل ما اعرفه وبعد ما عرفته، كمعلومه قالها او نصيحه قالها لي بما ان انا اخ صغير لي. مبسوط جدا باللي بيحصل ده، ومبسوط بالناس الجديده اللي انا اكتسبتها في حياتي، الناس الكبار اللي انا كنت من وانا صغير كنت بتفرج عليهم وبسمع اغانيهم. حاليا يعني يا ريت لو يسمحوا لي، يعني هنقول الشرف اقول ان انا بقيت في وسطيهم. ومين كان غير اسيلي؟ في كذا حد تاني بس مش هينفع نقوله ده. او لا؟ وتامر عاشور لا؟ عشان الصوره اللي نزلت تامر يعني. بص أنا عندي عصافير بتقولي كل حاجه، خلي بالك. تامر اجتمعنا قريب. انا كلمته، كان عندي فكره كده كان نفسي انفذها، وهو رحب بيها جدا. يعني انا في الاول كنت بتخيل ان الناس اللي اكبر مني او اللي اقدم مني او اللي ممكن يكونوا اكتر شهره مني مش هيوافقوا ان هم نشتغل او كده، لحد ما فهمت دي حاجه برضه انا اتعلمتها، ان انا لما اعوز حاجه اطلبها. جت ما جتش. اتعلمت كلمه كده برضه في الشارع بتقول بتريح ولا بتريح. لو قال لي هبقى مبسوط، قال لي لا برضه هبقى مبسوط، لان هبقى عارف النهايه ايه. فلما رحت له وقعدت معاه، انسان ودود جدا وما اعترضش ثانيه على اي حاجه. هو من الناس اللي بتحب تجرب وهو مبسوط. يعني في ناس من جواها نقيه، الحمد لله ربنا بيوقعنا فيهم. ثق ان كل واحد يتعامل معاك هو كسبان وانت كسبان باذن الله. ان شاء الله حبيبي. بس انا مبسوط برضو، انا مبسوط بكل اللي بيحصل، ولسه دايما انا هتابع اخبارك وهشوف شغلك الجميل، ربنا يخليك، اسمعه وابعته لي اكيد. واكيد هيكون في بينا لقاء تاني، لان انا ان شاء الله متنبئ لك بمستقبل جميل. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. نورتونا يا جماعه وشرفتونا. شرف لينا. احمد كامل المطرب الجميل، واحد من الناس المكافحين المجتهدين العصاميين، تعب وشيء هو واصحابه عشان يبقى حاجه، وان شاء الله هيبقى حاجه كويسه قوي. اختم بقى باللي انت عايز تغنيه. يلا تقولوا لي. أنا مش طريق عدي كل يوم، موقف وغلط بتغلطيها ليل نهار. أوقات بيبقى الاعتذار ملهوش لزوم، وقبوله يبقى زي وزي الانتحار. للأسف من السلام وبكل ود، وللأسف معاكي كنت ضد. وهو الأسف بيقول لنا آسف بجد، مش كل حاجة بتنتهي بالاعتذار. ده حب ايه؟ انا حاسس اني بقيت بحارب اسد لوحدي، واقف بطولي بين تعالي. ما تجربيش انا مش هكون فار التجارب واديني ساي والغياب مفهوش هزار. يمكن بحبك بس صعب رجوعنا تاني، انا في العلاقة دي اللي طول الوقت عاني، واللي الحبيبي وصاحبي وزميل الاغاني هرميه معاكي علشان اشوف شكل النهار. ده العادي يعني وده الاكيد، الكل اجمل من بعيد، والقرب لو يبدأ يزيد تلقى الملل بالوقت يقتل الانبهار، يقتل الانبهار. شكرا. كل واحد مننا عنده هواية، عنده حاجة بيحبها يحب يعملها. يعني مثلا في ناس تحب تربي الحيوانات الأليفة زي القطط، ناس تانية تحب مثلا تربي حمام، عنده غية حمام. في ناس هوايتهم ان هي مثلا تربي زواحف في بيتها. كل واحد بيلاقي متعة في الهواية بتاعته. الغريب بقى بالنسبة لي هو ان الهواية تكون تربية الشنب. مش بس كده، لا دي ممكن الهواية دي تخلي صاحبها يصرف نص مليون جنيه على شنبه وعشان خاطر يعتني بيه ويرعاه. تخيلوا لما يكون الشنب هواية بتاخد كل الوقت والاهتمام وكمان الفلوس. الشنب والرجولة علاقة معقدة ممتدة عبر الأزمان. الشنب يعني سي السيد راجل. أنا قلت كلمة وأنت عارفة إن كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. حنفي كلمته ما تنزلش الأرض أبدا. خلاص هتنزل المرة دي. بس جت الأجيال الجديدة واتمردت على الشنب وبقوا يشوفوه بقى قديمة. فين شنبك يا متر؟ عنوان الرجولة، علامة الجودة، ختم الصلاحية. شلته يابا. ومؤخرا رجع هوس الشباب لموضة الشنبات. فعبر التاريخ الإنساني الحديث كان الشنب جزءا لا يتجزأ من إطلالة الرجل، عشان كده فضلوا يطوروه ويغيروه ويحلقوه ويطولوه من جيل لجيل. في أمريكا مثلا في بداية القرن ال18 الشنب كان ضد الموضة، وابن الزواج لازما ولا بد يكون حليق الوجه. لكن مع بداية القرن ال19 كانت الغلبة للشنب المبروم. اللي ظهر بيه الرئيس ويليام هاورد آخر رئيس أمريكي بشنب. الشنب ده عمله الملك فؤاد الأول والزعيم مصطفى كامل. وسنة 1930 كانت أشهر أشكال الشنبات هو شنب فرشة الأسنان، وده شنب قصير كده على طريقة هتلر وشارلي شابلن. إيه الشنب اللي أنت عامله في وشك ده؟ أنا قلت ألزق شنب عشان أعمل لنفسي هيبة كده وسط الرجالة وأشرفك وسط أهلك. كده بتشرفني؟ لبس لبس صعيدي على شنب هتلر وكده بتشرفني يا سيد؟ وبعدها اتحول شكل الشنب ليكون خطا مستقيما، وكان منتشر جدا بالنجوم السينما زي عماد حمدي، كمال الشناوي، أنور وجدي وفؤاد المهندس. وفي الفترة من 1960 ل 1980 الشنب فضل يتخن لحد ما تحول من خط رفيع لشنب كثيف، وأشهر اللي عملوا الشنب ده رشدي أباظة وعمر الشريف. سنة 1980 بقى كانوا زهقوا من الشنب الخط والشنب الكثيف، وقالوا يعملوا حاجة جديدة، يعملوا الشنب الوسط. والنمط ده من الشنبات اشتهر بيه الفنانين أحمد عبد العزيز وفاروق الفيشاوي، وفضل الشنب محافظ على شكله العادي لسنين، وتربعت معاه اللحية بأشكالها على عرش الموضة. طلعت مثلا موضة السكسوكة أو الدوجلاس، أو مجرد لحية صغيرة بطرف الدقن على طريقة الفنان عمرو دياب بكلاب تملي معاك. ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك، تملي معاك، تملي في بالي وفي قلبي. ولا النهارده في واحد من الناس معانا 3 شنبات في مصر، أقوى 3 شنبات في مصر، واللي بيعتبروا أعضاء في رابطة الشنبات، وعملوا أرقام قياسية في شكل وطول الشنب. منورني ومشرفني الأستاذ نبيل جلال غنيم، أستاذ حسن الهلالي، أستاذ ناصر أحمد. أهلا أهلا بسعادتك. أهلا نورتونا. وما شاء الله يعني أنتوا عاملين حاجة أنا بتصور إنها تخش فعلا في الحاجات المقاييس العالمية، إنها أحجام كبيرة للشنبات. أهلا وسهلا. طيب يعني أبدأ بقى بالأستاذ نبيل. اتفضل يا دكتور. أستاذ نبيل، أنت فعلا صرفت $500,000 على شنبك؟ الشنب يعني النهارده من 82 بربي في شنبي، يعني أعتبر فوق ال 35 سنة. شهريا يعني أكو 200 جنيه، 250 في الشهر، زيوت وكريمات وشامبوهات ومصاريف. ده ليه زيوت وكريمات وشامبوهات؟ اه طبعا. ليه طقس كل يوم، ليه طقس خاص بيه. ايه اشرح لي بقى الطقوس بتاعته ايه؟ يعني الصبح سيادتك بيقوم الواحد يشطف بالشامبو، بعد كده الاسبراي، يعني لابس الشامبو والكريم، ولو رايح مثلا مشوار بديله الاسبراي واديله الشكل اللي هو عايزه، سوى كده سوى كده كذا شكل ليه. وبتنام بالشنب كده؟ يعني ولا ايه اللي بيحصل؟ بالليل بعد ما اخلص مشوار، اذا كان في حفله، في واجب، يعني لو مؤاخذه حد متوفي، في فرح، بياخد الشكل اللي الاسبريه ويظبطه. بروح بالليل بنفس الطقس بالميه السخنه، الاول بتغسل بالميه السخنه والشامبو، بعد كده بدهن كريم وزيت، وبتلف ورا الودان زي ما كان عامل. بس بتعرف تنام ازاي بايدك؟ لا بتلف ورا ودان سيادتك زي ما كان عامل الاستاذ ناصر. مش بداية كنت نايم؟ لا يعني بنفس الشكل كان عامل استاذ ناصر لما كان جاي هنا، بيبقى طري مع الزيت والكريم، بيبقى طري، تلف ورا الودان وتلف على العلم زي ما انت شايف سيادتك كده. طب والمدام في البيت يعني شايفه الشنب ده ازاي يعني؟ مبسوطه. واضح انك انت بتهتم بيه اكتر ما تهتم باي حد تاني. لا سيادتك مبسوطه المدام. اليوسف يعتبر اطول شنب في الصعيد. حضرتك منين اساسا؟ من محافظ صاج، مركز خميم. يعني اول مركز في صاج على طول. صعيدي. في ساعات كده واحد يقول لك احلق شنبي لو عملت ما اعرفش ايه، عمرك قلت حاجه زي كده؟ لا ابدا، لانه هو زي عيل من عيالي. يعني الشنب اللي بصرف على ابني بصرف على شنبي، فمن رابع المستحيلات. وفي مواقف كتير الواحد دخلها وحصل فيها مشاكل بسبب الشنب ده، يعني تبقى ماشي في الشارع مثلا، ايه يا عم ده ايه مش عارف، تلاقي المخ صار طالع على طول. في فيلم الله يرحمه عمي جمال ليسي انتجه اسمه 30 يوم في السجن. ايوه كان بتاع فريد شوقي وابو بكر عزت الله يرحمه. فكان في ان هو شنب النجعاوي، فهو راح حرق جزء. افترض لا قدر الله حصل مشكله لشنبك، تعمل ايه؟ لا ده عندنا في الصعيد يحصل فيها خراب 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 خراب، مش خراب وبس. يعني لسه الشنب هو دليل الرجوله نعم والقوه، الرجوله والشهامه والكرامه، وبعدين دي حريه شخصيه مع سيادتك برضه. طبعا طبعا يعني كل واحد له حريه. انا بالنسبه لي شنب كل حاجه في حياتي زي عيل من عيالي، ارمي عمري عليه، نهار مراجل يفكر يمسك شعرها من دي اقلع حاله قلع من دراعه. مفيش حد يستجره. حاج فتحي الله يرحمه كان هو رئيس الرابطه بتاعتنا، ولما يكون في اي لقاء الراجل يتصل بينا ويجي. انا الرابطه دي فيها كام شنب؟ نعم الرابطه فيها كام شنب؟ مجموعه الشناب ايام الحاج فتحي الله يرحمه كان 152 شنب على مستوى الجمهوريه. كلهم بنفس الشكل ده كده ولا؟ في اشكال، يعني في اشكال كبيره، في اشكال صغيره، كل واحد له شكل معين. العبد لله يعتبر الاول على الصعيد. يعني يعتبر انا واخد الصعيد بالكامل. يعني قول لي في شنبات اطول من كده ولا ده اطول حاجه في الشنبات؟ لا دي اطول حاجات، مفيش تاني. بالنسبه للوضع اللي احنا حاليا فيه هو ده اطول اشكال. يعني طوله كام لما يتفرد؟ في شيء يعدي المتر، في شيء يعني الحاج فتحي الله يرحمه كان شنبه متر و20 سم، كان رئيس الرابطه بتاعتنا. في شيء 60 سم، في شيء 70، في شيء 80، كل واحد وشنبه. وبعدين كل ما يكبر في السن كل ما يعجز. ما يكونش شباب طبعا طالع بياخد الوضع المميز بتاعه. استاذ حسن، نعم، شنبك بقى كان كلمه السر في ظهورك في السينما، وعملت افلام زي بوحه وغيره من افلام حاج فتحي الله يرحمه. انا استفدت منه حاجات كتير، وهو قال لي اهتم بشنبك، وعملت معاه لقاء تلفزيون قبل كده، ومن خلال ان انا نفذت اللي قال لي عليه. قال لي انت شنبك دوت تجيب له سبريه وزيوت وتهتم بيه، هيوصلك للحاجه اللي انت بتحبها. فعملت اللي قال لي عليه الحاج فتحي، والحمد لله رب العالمين. بدات اعمل افلام. اخر حاجه انا عامل فيلم من اخراجي وتاليفي كمان. فيلم بيتكلم عن المخدرات، بيتكلم عن الادمان والمخدرات، وعامل اغنيه في الفيلم بتقول اسمها دنيا المخدرات. بتقول ايه؟ دنيا المخدرات واهم المخدرات، دلوقتي بيشربوها الصبيان والبنات، خلاص كله عقله تاه، المخدرات واخداه، الاستروكس وجربناه، ضع رجاله بشنبات. الاغنيه دي مكسره الدنيا. ومعموله في قلب الفيلم كمان، كلمات سمير محمد احمد، وتوزيع واستوديو محمد جابر. بس قولي لو جالك بكره فيلم بطوله، بس شرط المخرج تحلق شنبك. انا اتعرض يعني استاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، عرض عليا كان في مسلسل كان بيعمله مع استاذ نور الشريف، قال لي انت هتعمل دور وكيل نيابه بس عايزك تحلق الشنب ده. انا رفضت. كان هيتعرض في رمضان، مسلسل كان هيتعرض في رمضان. هو اتعرض في رمضان بس ما حصلش نصيب ان انا اشتغل فيه. انا رفضت، ما رضيتش اعمل اللي قال عليه. مين من الممثلين بيعجبك شنبه؟ استاذ سمير غانم. ده تاريخ برضه طبعا، والحمد لله رب العالمين. يعني انا عامل كمان اغنيه جديده مكسره الدنيا. الاغنيه اسمها ماء. انا بغني وعامل، انا بغني لام كلثوم. لا سمعنا ماء. ماء بتقول ايه؟ ماء 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 ماء. يعني ايه؟ انا مش عايز احرق الاغنيه. لا 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 بس سمعنا حته كمان. يعني انت قلتش حاجه لسه. انت ثلاثه ماء بس بتتكلم. ما وصلناش لحاجه. احنا عايزين نمقمق، احنا عايزين نسمع الاغنيه. الاغنيه بتتكلم عن ماء. الماء بقى بتتكلم عن ايه؟ نخش في الاصول، في بقى الموضوع. خش بقى. بتكلم عن الناس الصناعيه اللي هم بيستغلوا الناس اللي ايه، يجي يقول له مثلا ايه اللمبه ديت عشان اركبها لك، بعد ما يركب اللمبه وتكون الكهرباء قاطعه مش عارف ايه، يقوم الصناعي يفضل يلف حوالين الزبون. معناها كده ان بيستغل الناس. الصناعي كان زمان لما كان بيشتغل ما كانش كان بيرضى بقليله ويحمد ربنا اللي ربنا بعته له ويقول الحمد لله. النهارده انا عشان اجيب واحد سباك يعمل لي حته ماسوره بتاع نص متر يقول لي عايز 700 800 جنيه. فانا بتكلم عن الناس اللي هم فين الضمير. بتكلم عن يعني الاغنيه بتتكلم، يعني بتقول ماء، يعني واحد بيمقمق من اللي بيشوفه. قول لي بقى انت شغلتك الرئيسيه ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا عامل فرقه اسمها شله المجانين. الفرقه بتاعتي. بغني في افراح، في عيال شنبات. الفرقه اللي معايا هي مش مربيه بقى الشنبات بقى، هي بتلبس لبس كاركتر، لان انا بعمل شغل زي اسماعيل ياسين وشكوكو. يعني انا عامل اغنيه بتقول ايه؟ شله مجانين شله مجانين شله مجانين شله مجانين، كاني مانياني دماغي دي وجعاني، ومش سايباني في حالي ومش سايباني في حالي، انا داخل جوه الازازه اطلع منها البزاز، انا داخل جوه الازازه اطلع منها البزاز، والناس عماله تتكلم على الفاضي والمليان، والناس بيجيبوني في حفلات وفي افراح بخرب الدنيا. الحمد لله. يعني انا النهارده كان عندي حفله ايتام، غنت على فكره دمك خفيف، يعني عايز اقول لك انت دمك خفيف والله. يعني انا عايز اشوفك الوهله الاولى اقول الشنب، يعني مثلا يقول مثلا ده فيلن، يعمل دور فيلن، لما تتكلم وتغني ده طيب جدا يعني. لا انا كوميديان، دخلت قلوب الناس. طب قول لي بقى بتصرف كام بقى على طوله قد ايه شنبك ده؟ 30 وهنا 30 يعني 60 سم 60 ده اكتر يعني اكتر من نص متر. بأمر الله. بتنام ازاي بقى كده؟ لا انا بقى اجيب بقى ايه يعني، اما بروح البيت بغسل الشنب دوت بشامبوهات، وبعد كده بعمله باستشوار، وبقوم جايب له زيت زيتون، اقوم عامله بزيت زيتون عشان الشنب الشعرايه ما تبقاش خشنه. لان لو طب بس بتسرحه ازاي كده الشنب؟ ما هو الاستاذ ياسر امام على طول هو معانا. استاذ ياسر خليه يتفضل. استاذ ياسر اتفضل. استاذ ياسر امام اتفضل. استاذ ياسر اهلا بيك. اهلا استاذ ياسر. استاذ ازيك يا محمد باشا؟ استاذ اهلا بيك. انت اللي عامل لهم الشنبات دي؟ انا اللي بعمل لهم الشنبات. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني شنب عملته ازاي كده؟ الشنب طبعا اول حاجه قبل ما اشتغل فيه بيتغسل بشامبو، وبعد ما اغسله بشامبو بعمله حمام بلسم، وبعد كده بتعمل مع الشعرايه بقى واحده واحده بالاستشوار والمثبت. ببتدي اوجه الشعرايه زي ما انا عايز. ممكن اعمله الشنب السوبر، الشنب الكرتير، الشنب الملفوف، الشنب يقف عليه صقر، شنب حرف اللام. يعني ايه شنب بيوقف عليه صقر؟ في شنبات مثلا، في شنب بيبقى مفروض كده واخد بالك ليه زي الحديد بالظبط، ده اسمه شنب بيوقف عليه صقر. وفي الشنب السوبر بيبقى جاي 4 فرد. يعني ده شنب نوع ايه؟ ده كده الشنب المفروض. وده شنب حرف اللام بيبقى جاي نص دايره، ده الشنب الواقف. ويقال عليه بردك كل وش ليه شنب بيليق عليه. كل وش حسب الوش بقى، في وش مربع، وش مدور، وش انت اخترت حضرتك الشنب يكون بالشكل ده؟ انا كمان بخلي الشنب بتاعي بيبقى كده ساعات. هو طبعا حسب. طب قول لي الناس في الشارع بيتعاملوا معاك ازاي؟ في الشغل بيتعاملوا معاك ازاي؟ بيتصوروا معايا، ومره كنت انا عامل الشنب بالطريقه ديت، فلقيت واحد عايز يتصور معايا، فجه يتصور معايا، معرفش كان شارب حاجه ولا ايه، ففردة الشنب دخلت في ودنه، فهو كل شويه يعمل كده كده، فهو مش شايف ان في فردة شنب داخله في ودنه، فهو عمال يعمل كده كده، فراح ماسك الشنب راح عامل لي كده، راح مخبوط. فبيعمل لي مشاكل الشنب ده ساعات يعني. حاج ناصر بقى قول لي كام سنه عشان يبقى شنبك بالطريقه دي؟ قعدت قد ايه تربيه؟ 17 سنه. سيادتك بتشتغل ايه اساسا؟ انا بشتغل بوزع عنب بوتاجاز. ايه اللي خلاك تفكر في الشنب ده؟ انا غاوي اربي شنب من زمان، بس اللي هو الشنب العادي مش الشنب المميز. ولما شفتهم طبعا بيطلعوا في التلفزيون وفي الجرايد وكده، فعجبت ان انا اكون واحد من ضمن رابطه الشوارب المصريه. بتصرف عليه قد ايه بقى في الشهر؟ يعني في هنا قلنا في تقريبا 300,000 جنيه صرف على شنب لغايه دلوقتي. لا انا ما بحسبلوش بصراحه. لكن بالنسبه لك شنبك نمره 1. اكيد طبعا. قبل اي حاجه. لا بيتي اهم. يعني بيتك انا مش هقولش انا اهم من بيتي واهم من كذا، لا بيتي اهم حاجه انا اكون مكفي بيتي. وبعد كده شنب ده ليه جزء تاني. الاولاد رايهم ايه في شنبك؟ نعم؟ اولادك رايهم ايه في شنبك؟ اولادي كلهم مبسوطين، انا عندي اولادي كلهم صغيرين. كلهم مبسوطين، وكلهم بيركبوا شنبات ومنزلهم على الصفحه بتاعتي على النت على طول، والناس كلها فرحانه بيهم. يعني اصغر عيل عندي صغير كده عامل له شنب كده لكن عمرك ما فكرت تحلقه؟ لا من ساعه ما انا حبيت الشنب المميز ده واتضمت للرابطه عمري ما بفكر ان انا احلقه اصلا خالص. الصيف والحر بقى بتعمل ايه مع الشنب؟ اصل حاجه اتعودت عليها خلاص، مفيش منها شكل بالنسبه لي. وبعدين بقى بحطط له كريم مرطب وببقى لفه دايما ورا ودني، فطبعا مع الحر والعرق فالشعرايه بتبقى طريه، فبتبقى مرطبه على الشعرايه وعلى ورا ودني، فمش هتعمل. طب ممكن نشوف كده يعني الشنب ده ثابت كده ولا ممكن شكله يتغير؟ لا شكله يتغير. ازاي يا استاذ ياسر؟ هو حضرتك الشنب دلوقتي منفوخ فيه مثبت. يعني مثلا شنب زي ده كده بخ فيه مثبت، فلازم يتغسل الاول. وممكن اغيره لك على كده برضك. يعني يمشي كده؟ انا عملت شنب الحاج ناصر وعملت شنب الحاج نبيل، لسه شنب حسن. طب ده لسه ما اتعملش، هو حسن. اعمله طيب، اعمله لنا كده وانت معانا ولا احنا بنتكلم. ماشي. وعلى كده مبسوط يا حاج بالشنب ده ولا عايز تفرده؟ لا تمام كده، انا على طول كده. كده على طول. بس قولي ايه المواقف الطريفه بقى اللي اتعرضت لها وانت في حياتك انت بقى، يعني كل واحد يحكي لي موقف طريف كده في حياته نتيجه الشنب ده، وابدا بيك يلا. في بقى يعني سيادتك في ناس تبقى معجبه وفي ناس نافره ازاي؟ يعني ممكن تبقى انت ماشي تلاقي كل واحد بص كده من فوق لتحت كده مش عاجبه الوضع. يعني بص كده ايه اللي عامله ده؟ انت طبعا مبسوط بالشكل اللي انت عايزه وهو مش عاجبه، فتنطر يحصل فيه خلافات في الراي. ده سشوار للشنب. يعني ده مخصوص للشنب. ايوه. واصل حضرتك في مسابقات بندخلها بالمسابقات داخل. انت واخد جوائز عرفت في موضوع الشنب. في مسابقات داخلها في الشعر والشوارب. بدخل بالشعر والشوارب، قصات جديده للشعر وقصات ايه وتسريحات للشنب واطول شنب واجمل شنب. طب انت ليه مش عامل شنبك زيه؟ انا الدوجلاس معايا مديه شكل جميل، حاولت اربيه لقيته مش ماشي مع وشي. حاولت تربيه؟ لقيته مش ماشي مع وشي. يعني لو واحد حب يربي شنبه يبقى 60 سم ولا متر زي كده ياخد وقت قد ايه؟ هو حضرتك بص حسب الشعرايه. في شعر بيبقى غزير وتقيل فبيكبر بسرعه، فطبعا لازم يستعملوا حمام كريم كويس، يستعملوا سيرم. في معايا انا ادوات بتاعتي بشتغل بيها، سيرم بينشط الكرات الدمويه ويفتح المسام ويخلي الشعر ينبت من جديد ويغذي الشعر ويمنع تساقط الشعر. شعر الشنب وشعر الراس وشعر الدقن في نفس الوقت، لان في ناس دقنها بتبقى كامله كلها بس لا حته فاضيه هنا او حته فاضيه هنا هو في الدقن، او الشنب خفيف وفي حته تقيله. والشعر مع كتر الاستشوار شعر الشنب او شعر الراس بتلاقي الشعر بيضعف ويتساقط، فلازم يستعمل سيرم كويس بيفتح المسام وينشط الكرات الدمويه ويتقل الشعر من تساقط الشعر. اكتر موقف بقى حصل معاك طريف يا حاج وانت بقى بالشنب، احكي لي مواقف اللطيفه. بالنسبه للمواقف انا ببقى الف ورا ودني وما ببقاش برضه سالك من الناس، يعني الناس تقعد تبص لبعضيها كده وده يقول ده شنب، بص الراجل ابو شنب. ممكن مثلا واحده توطي على جوزها كده وتقول له بص الراجل ابو شنب، ممكن الراجل يوطي على الست بتاعته ويقول لها بص الراجل ابو شنب. عامل ازاي؟ يعني انت محط اعجاب الناس او محط اندهاش الناس. بالظبط. حتى العيل الصغير اللي قد كده تلاقيه لحظه. ودي صوره البطاقه عندك فيها شنب؟ فيها شنب بس طبعا اللي هو بتاع السجل ما بيظهرش الشنب كامل. ده انت مخبي شنبك هنا. مش مخبيه، هو بتاع السجل المدني ما بيظهرش الشنب كله، بيظهر حته على قد الصوره بس عشان انما كان لما بتسافر بره سافرتوا بقى، حد فيكم سافر بره قبل كده؟ لا انا سافرت السعوديه. كتير قعدت فتره في السعوديه. يعني سافرت في 9. اكيد برضو وجودك في اي مجتمع بيثير الانتباه. اول مره دخلت الحرم في 89. اول سفريه طبعا ما اعرفش هناك ان الشنب دي ممنوع او محرم. رايح مظبط الدنيا انا والمرحوم ابويا معايا وعند الكعبه اللي جانا واحد سعودي، وايش هذا؟ قلت له شنب. هذا شنب؟ قلت له شنبه. قال هذا اخوه تحته شيطان. طبعا هو حالك شنبه وانا شنبي اللي جاوب. قال له ايش تبغى يا شيخ؟ قال له روح. المهم يا ابويا قال لي وادي هنا الشنب ممنوع في السعوديه. بقيت اسافر مربي دقني اطلق الشنب مع الدقن. بعد ما اجي اخذ الفتره. لا هو مش ممنوع ولا حاجه، يعني هو محرم. يعني هو زي ما تقول محرم بالنسبه لشكلنا احنا. هو في حديث بيتكلم على اطلاق اللحيه اكتر من حف الشوارب. واطلقوا اللحيه. حف الشارب معنى اللي من قدام دول بس. اكتر موقف بقى طريف تعرضت له بقى بالشنب؟ اكتر موقف طريف ان انا مره كنت ماشي راكب يعني اتوبيس، ركبت اتوبيس فالناس عايزين يتصوروا معايا. فلقيت السواق بتاع الاتوبيس كمان عايز يتصور، فلقيته ايه وقف عايز يتصور معايا. الناس زعقوا له قالوا له يا عم امشي يا عم انت معطلنا عشان الشنب بتاع الراجل ده، عايزين نروح شغلنا عايزين. قال له انا بحب الراجل ده وعايز اتصور معاه. وكانت هتحصل خناقه في قلب الاتوبيس بسبب الايه؟ ان السواق عايز يتصور معايا. وقلت لهم يا جماعه الناس بيحبوني بس كل حاجه يعني. طب وامتى بقى الشنب نفعك في موقف؟ في حاجات كتير. خناقه مثلا دخلت فشافوا الشنب ف لا هي كشوا بقى. هي مش خناقه بقى، يعني انا رحت خلصت مشكله فسلمت وعملت تعارف واتصوروا معايا ومش عارف ايه الموضوع كذا كذا كذا. قال لي بس الناس اللي عندك غلطت فينا وقلت ادبها واحنا ممكن. قلت له معلش اي حاجه يعني الناس بتتفاهم معايا يعني. شفت بقى الشنب مفيد ازاي؟ ليه بس قول لي كل يعني حضرتك برضه اصلع ولا في شعر؟ لا في شعر. في شعر اصل انا شايف يعني هم. لا لا في شعر الحمد لله. فتح الله يرحمه كمان كان بيروح يحضر اللي هو الموضوع الصلح اما كان بيبقى فيه. كان عامل لجنه فضت نازل منازعات. كان بيحضر الحاجات دي. وفاء الدكتور والحاجات دي صح؟ كان أي مشكلة بيحلها في المجلس. بيحلها. يعني الشنب هيبة يعني. أطول شنب كان قد إيه؟ كان أطول شنب الحاج فتحي. كان شنبه عامل حوالي ساعتها متر و30 سم. متر و30 سم. هنا بقى هنا مقاسات إيه بقى؟ قول لي هنا إيه؟ الحاج ناصر عشان انا ببقى حوالي متر وعشرين متر وعشرين وحسن متر وخمسة وعشرين متر حسن متر خمسة وعشرين والحاج نبيل طبعا من هنا يعني 30 و30 سنتي يعني حوالي 60 سنتي 70 سنتي ما شاء الله. بس الحاج يعني نبيل كان شنبه طويل طبعا. بس سيادتك صور معايا الشنب كان متر و20 سم قبل عن كده كده كان اكبر من كده بكتير طبعا. ربنا يخلي لكم شنباتكم كلكم. كنا رابطه محبي الشنبات ومربي الشنبات كانوا معانا النهارده في واحد من الناس. حبيت اقدم لكم الفقره الجميله دي واشكركم جدا جدا. جات لي رسالة على صفحة البرنامج من الحاج إسماعيل رمضان بيحكي فيها إن عمره 34 سنة من مدينة رشيد وعنده 3 أولاد. وبيقول الحاج إسماعيل كان بيشتغل صياد وجاله مرض السكر كان سبب في بتر رجله لفوق الركبة، ولأنه عايش على قد حاله في شقة إيجار. البتر ده سبب له مشاكل نفسية كتير أثرت على حياته وبيته وأولاده، خصوصا زي ما بيقول ان زوجته كبيره في السن وما تقدرش تساعده. تحت امرك، ايه اللي حصل بالظبط وامتى اكتشفت عندك مرض السكر؟ والله يا دكتور انا ما كنتش اعرف ان انا عندي مرض سكر ولا عندي اي مرض ولا اي حاجه. انا كنت طبيعي وبسرح وبروح وباجي عادي. انت صياد؟ صياد على باب والله يوم بيومه كده، رزق يوم بيومه. وبعدين في يوم رجلي تعبتني فروحت للدكتور، قال لي انت عندك سكر. قلت له ما اعرفش، انا عمري ما خدت برشامه. قال لي لا حلل لي سكر وتعالى. رحت حللت سكر وجيت قال لي ده انت عندك سكر. فانا كانت رجلي بتوجعني ساعتها، قلت له انا رجلي دي بتوجعني قوي مش قادر امشي عليها. قال لي اعمل لي اشعه، عملت اشعه وريتها له، قال لي ده انت عندك انسداد في الشريان. وبعدين يا دكتور قال لي عايز عمليه. قلت له والعمليه دي تتكلف قد ايه؟ قال لي تتكلف 20,000، الباقي يقول لي 40,000، الباقي يقول لي 30,000. وانا راجل صياد يا دكتور ومفيش حاجه ابدا على الله، والله العظيم 3 مفيش معاش عند حضرتك، وما في اي حاجه. الحمد لله الحمد لله والله يا دكتور ما في اي حاجه. وبعدين لجأت للمستشفى اللي هي الميري اللي هي في اسكندريه، ورحت المستشفى الميري ومعايا علاج على نفقه الدوله من مستشفى رشيد للمستشفى الميري. قعدت 3 سنين اجري واروح كل اسبوع، كل اسبوع يوم سبت اروح اكشف. واخر مره حجزوني كنا يوم 7 رمضان، كنا يوم 4. اتحجزت الاربع والخميس والجمعه والسبت، ويوم الاحد جه دكتور قال لي اسماعيل السيد رمضان. قلت له ايوه يا باشا ايوه يا دكتور. قال لي بتر فوق الركبه. ما قدرتش اصد نفسي يا دكتور، بطر فوق الركبه دوت ما يعني انت يعني قضى عليا. ف هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ظروفي هي كده. طب مين بعد بيساعدك؟ الحركة، في المعيشة، في الإنفاق. والله يا دكتور ما في أي حد بيساعدنا إلا ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش إلا ربنا سبحانه وتعالى. أنا بطلب من أصحاب القلوب الرحيمة إن هو يدنوا حالتي ويعملوا لي طرف أمشي عليه وحاجة أكل منها أعيش. حاجة بس أعيش منها. أولادك أعمارهم قد إيه؟ عندي الولد عنده 12 سنة وبنت متجوزة في المدرسة. أنا هعمل إيه يا دكتور؟ زوجتك موجودة بتساعدك؟ والله زوجتي موجودة لما بتبقى كويسة بتساعدني، تعبانة هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ وأنا يا دكتور مش من الناس اللي هي، لا أنا الحمد لله راضي باسم، أنا راضي، أنا راضي باللي يجيبه لي ربنا. طيب يا عم إسماعيل لحظة واحدة، معانا على التليفون المهندس سامح زكي رئيس مجلس إدارة شركة تايجر للأطراف الصناعية. مساء الخير يا فندم. كده يا دكتور حياة حضرتك والأسرة الكريمة والمشاهدين. الله يخليك يا باشمهندس. يا ترى في حاجة ممكن أقدمها لعم إسماعيل؟ حضرتك سمعت حالته دلوقتي؟ أه تمام يا دكتور، إحنا حضرتك متابعين حضرتك على طول، وإن شاء الله هنتمنى حالته، نتبناها وناخد مقاساته ونأهله وندربه على الجهاز، وإن شاء الله يبدأ يعيش حياته طبيعي إن شاء الله بإذن الله. ربنا يسترك، ربنا يكرمك، ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه، ربنا ما يديمك، الله يستر عرضك، الله يكرمك. انا نفسي بس اخش اتوضى، نفسي اخش الجامعه اصلي، الصلاه في البيت بدرجه، الصلاه في الجامعه ب 27، نفسي اخد ال 27 درجه، مش اخد الدرجه واحده، يبقى ربنا يكرمك وربنا يسترك. ان شاء الله يا عم اسماعيل، انا بشكرك جدا. اتفضل يا باشمهندس سامح. تحياتنا للدكتور عمرو طبعا. الله يخليك. برنامج الخير للغير قادرين، ودي حاجه جميله جدا، واحنا متواصلين مع حضرتك ومع كل حياتك ان شاء الله. وانا مش عارف اشكرك ازاي يعني المهندس سامح زكي رئيس مجلس اداره شركه تاجر الاطراف الصناعيه على كرمك وعلى يعني تبنيك لهذه الحاله وحالات اخرى، وشكرا جزيلا ليك، انا فعلا بشكرك جدا جدا. الشكر ليك يا فندم. الله يخليك. وان شاء الله يا عم اسماعيل اهو انت كده خلاص هيركبوا لك طرف صناعي وهيتركب على طول، وهيكون معاك المعده اللي كانت معاك ان شاء الله، هتتابع معاك لغايه ما يتركب الطرف الصناعي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الله يستركم باذن الله. ان شاء الله حضرتك ما فيش اي معاش بيطلع لك ولا حاجه صح؟ ما فيش اي حاجه يا دكتور، ولا عندك اي مشروع شغال فيه دلوقتي؟ والله العظيم ثلاثه ما في حاجه نهائي. طب ان شاء الله باذن الله كمان احنا هنشوف لك برضه من خلال مؤسسه واحد من الناس انها تساعدك ان شاء الله، المؤسسه واحد من الناس انك انت يا اما نعمل لك مشروع يا اما نعمل لك معاش ان شاء الله. الزميله اللي هتخلص معاك موضوع الطرف الصناعي بعدها على طول تشوف لك هذا الموضوع ان شاء الله باذن الله. الله يسترك يا دكتور عمرو. تؤمر يا عم اسماعيل، انت راجل طيب يا عم اسماعيل. الله يكرمك يا دكتور عمرو، وانا حبيتك وربنا يفتح عليك. والله العظيم ثلاثه انا بفتح التلفزيون اتفرج عليك بس اشوفك. الله يبارك فيك. اشوف كلامك مع الناس الحلوه، الناس الطيبه، وانت اطيب منهم واحلى منهم. الله يخليك يا عم اسماعيل، ربنا يبارك فيك يا حاج اسماعيل، ربنا يطمنا عليك وان شاء الله تقوم بالسلامه ان شاء الله، ويعني على طول هتبدا تاخد اجراءات تركيب الطرف ان شاء الله باذن الله، ويستر اللي هم وصلوني لك. الله يخليك، ربنا يخليك، ربنا يسترك ويستر اللي وصلوني لك. امين يا رب. الله يخليك. يعني احنا تحت امر حضراتكم زي ما بنقول دايما، اي حد عنده اي حاله مرضيه يبعتونا على صفحتنا على الفيسبوك واحد من الناس على قناه النهار، وربنا يقدرنا ان شاء الله ونعالج جميع الحالات. والحمد لله زي ما بقول دايما وباكد، احنا بنعالج الحاله في لحظتها. أيوة. احنا بنعالج الحاله في لحظتها من خلال فاعلي خير كتير جدا شغالين معانا، ربنا يكرمهم ويجازيهم عنا خير ان شاء الله باذن الله، وبشكركم جدا جدا.